استعدادات الأندية التونسية لمقابلة العودة الشامبيونان إن شاء الله نهاية الأسبوع. على حالي نحكيه تو على فريق كبير، فريق نحكيه على السي اس اس، أكيد ديما الأحداث موجودة في السي اس اس، ومعنا مباشرة من صفاق زميلنا فاضل أبو جناح. فاضل أهلا بك. مرحبا بك إسلام، مرحبا بكل مستمعي إكسبريس أف أم وين ما كانوا. دونك اي فاضل، اعطينا شوم جديد في السي اس اس، كيفاش كانت التحضيرات؟ احنا بون ديما نتبعوا على امتداد فير بلاي في الصيف الكل قاعدين، لكن نحبوا نعملوا ريكاب حاوس لمقابله الوديه، شكون حاضر لمقابله الويكاند، شكون مش حاضر، شكون جاي، شكون ما جاش، شي فكره على التشكيله كان عندك؟ واضح اسلام، كما قلت اسلام كنا تبعنا تحضيرات النادي الرياضي الساف في تقريب طيله الصيف، ملي رجع الفريق للتدريبات في شهر جوان وحتى معناها الاسبوع هذا، واحنا نتبعوا في تدريبات النادي الرياضي الصافي وجميع المباريات كنا تابعناها الوديه اللي قام بها الفريق. اذا كان نرجعوا نشوفوها ونعملوا ريكاب على المباريات الوديه هذه اسلام، نشوفوا اللي نلقاو المباريات هذه 8 مباريات. النادي الرياضي الصافي كان اول ما تبارى مع فريق النجم الرياضي الساحلي في سوسه في ملعب بوعلي الاحوار بحمام سوسه، وكان انهزم في المباراه 2-1. الهدف نتاع النادي الرياضي الصافي سجله ايمن الحرزي. المباراه هذه تقريب هي الهزيمه الوحيده للنادي الرياضي الصافي من جمله 8 ماتشات وديه لعبهم. بعد تالي في مقر التربص نتاعو باحد النزل في سوسه كان قام بالمباراه الوديه الثانيه ضد فريق شبيبه القيروان وسجل، وانتهت المباراه 2-2 للنادي الصافي. سجل الزوز اهداف كان زكريا اللاعب الجزائري زكريا بن شاع، وبعد لعب 3 مباريات وديه في العاصمه. كنا معنا تطرقنا الموضوع استاج نتاع الفريق، قام بجمعتين تربص في العاصمه. المباراه الاولى كانت جمعته بنجم المتلوي وانتهت على نتيجه 0-0، والمباراه الثانيه في العاصمه كانت جمعته بفريق الملعب التونسي وانتهت على نتيجه تعادل 1-1، والمباراه الثالثه كان انتصر فيها النادي الصافي على فريق النادي الافريقي في الكلاسيكو، المباراة ودية بطبيعة 2-1. زوز أهداف كان سجلهم اللاعب كينغسلي إيدو. هذوما تقريبا الخمسة مباريات الودية اللي كان جرهم فريق النادي الصافي خارج ولاية الصافي. زوز كانوا في سوسة وثلاثة ماتشوات كانوا في العاصمة. بقية المباريات اللي هما ثلاثة كان لعبهم النادي الصافي خلال الزوز أسابيع الفارتين في الصافي، في ملعب الطيب المهيري وبين ملعب الطيب المهيري وملعب 2 مارس. المباراة الأولى أسلام جمعته بشبيبة القروان، وكان النادي الصافي المباراة الثانية هذه بعد مباراة سوسة انتصر فيها النادي الصافي 4-0. المباراة الثانية كانت خاض الفريق ضد فريق اتحاد بن قردان وانتهت على الانتصار 1-0، والمباراة الثالثة كانت أمام هلال الشابة، وكالعادة النادي الصافي انتصر بنتيجة هدف مقابل 0. من جملة 8 ماتشات النادي الصافي كان حقق 5 انتصارات، زوز تعادلات وهزيمة واحدة. نجم نقولوا لنتيجة معناها الحصيلة طيبة متاع الماتشوات الودية اللي قام بها النادي الصافي، فانتظار التأكيد في المباريات الرسمية اللي باش تبدأ إن شاء الله نهار لحد ضد فريق اتحاد تطاوين. إذا كان نحكيه على نهار لحد إسلام، النادي الصافي إذا كان نحكيه على الصعيد اللوجيستي، غدوة الحي باش يقوم، غدوة حي نعرفوا الناس كل اليوم عيد إن شاء الله، مبروك علينا وعلى جميع مستمعين تاع إكسبريس أف أم وعلى شعب تونس. الفريق باش يجري غدوة حي 5 متاع العشية آخر حصة تدريبية في الصافي في ملعب 2 مارس. ملعب 2 مارس نعرفوا الناس كل اللي الاستعدادات نتاع النادي الصافي تقريبا معناها خلال الأسبوع الفارط كان جرات عليه. علاش؟ على خاطر الملعب هذا العشب نتاعه هو عشب اصطناعي، ونعرفوا اللي ملعب المرحوم نجيب الخطاب في تطوير العشب نتاعه كذلك عشب اصطناعي، هيك علاش النادي الصافي خير باش تكون التحضيرات نتاعه في الملعب 2 مارس. دونك 5 متاع العشية يقوم الفريق بآخر حصة تدريبية، وبعد مباشرة يستقلوا الحافلة في اتجاه جزيرة جربة اللي يقضي فيها الفريق ليلة الجمعة وليلة السبت، ونهار لحد يتوجه لتطاوين مباشرة من جربة لتطاوين يوم الماتش. إذا كان نحكيه على الملاعبية، أمس التحق اللاعب الجزائري إسلام بكير بالتمارين، وكان أجرى أمس أول حصة تدريبية إسلام. نعرفوا الناس كل اللي إسلام بكير التحق خلال الأسبوع الفارط بتونس، معناه ما تمكنش باش يجي، نعرفوا الناس كل اللي الحدود مسكرة بين الدول بخاصة بين تونس والجزائر، لكن إلى الأسبوع الفارط وقع فتح الحدود بصفة جزئية. إسلام بكير كان التحق بتونس وتعدى مباشرة الجزيرة سامحني مدينة المهدية، معناه غادي قام بالحجر الصحي نتاعه
وبعد تالي تحول للثاقف وامس كما قلنا الناس كل كان اجرى اول حصه تدريبيه له. بالنسبه للموضوع الفعلي هو موضوع اللاعب زكريا بن شاع، حتى اللحظه زكريا بن شاع موجود في التمارين وقاعد معناه يحضر مع الفريق. كان في الماتش نعم كان في الماتش كان في قلت لك كان في هذا الماتش مش لاعب معناها مازال لحد اللحظه اسلام ماهوش كان في دونك سالنا احنا المسؤولين نتاع الفريق قالوا انه زوج فرق فريق النادي الساقسي وفريق اتحاد العاصمه الجزائري قاعدين ماشيين في الاتجاه الايجابي معناها ماشيين في الاتجاه انه معناها باش تكون ثم مفاهمه بيناتهم انه زكريا بشاع معناها يتقمص فريق النادي زي فريق النادي الساقسي في اقرب وقت ما نعرفوش نجموا اليومين معناها زوز ايامات القادمين يحملوا اخبار ساره للاحباء النادي الساقسي كما شكون مقص هذه يتاهل انطلاقا من الاسبوع القادم لفكتيف شكون مقص حمزه مفلوسي علي مرزوقي يا حبيبي وسليتي هكا هذوما ثلاثة غيابات نعرفوا حمزة المثلوثي التحق بفريق الزمالك المصري الحبيب الوسلاتي ثم الحبيب الوسلاتي ثم معناها نزاع بينه وبين النادي الساقسي ونعرفوا الناس كل انه على دين مرزوقي معناها هذوم فقط لجنة النزاعات افضت معناها معناها بكسر العقد بينه وبين النادي الرياضي الثلاثي هذا فقط ثلاثي هذا فقط اي تقريبا الثلاثي هذا بالنسبه معناها للرئيس البشري اذا كان تحدثنا من ناحيه النزاعات او الاشكاليات القانونيه لكن اذا كان معناها نتحدث على الاصابات نلقاو انه ثمم لاعبي رابع اللي هو حسام الدقدوق ماهوش يكون على ذمه الاطار الفني نادي الساقسي حسام الدقدوق كان تقريبا منذ شهرين تعرض لاصابه ماهوش باش يتواجد مع اللاعبيه في المباريات هذه وحتى المباريات القليله القادمه فاضل نافع متابع على الكواليس التشكيله نجم نلقاوها عندك التشكيله باش تكون معناها تقريبا على النحو التالي معناها مع اجراء تغيير او زوز تغييرات باش يكون فيها حراسه المرمى ايمن دحمان محمد بن علي ظهير ايمن قلبي الدفاع كالعاده باش يكونوا نسيم هنيد وهاني عمامو على اليسار عزمي غومه او محمد علي جويني مع انه عزمي غومه ينطلق بحظ معناها اكبر باش يكون في التشكيله الاساسيه نعرف الناس كله انه عزمي غوما عنده نفس هجومي اكثر محمد علي جويني وسط الميدان تقريبا باش تواجد فيه كريس كواكو وليد القريو باش تواجد معاهم اللاعب الثالث النجم ونقولوا معناها ينجم يكون الجزائري ايت عثمان رشيد ايت عثمان اللاعب المحور الثالث في وسط الميدان او اذا كان باش يلعب الاطار الفني بنسق هجومي باش يتواجد ابراهيمات انديا منذ البدايه يعني نعرف ابراهيمات انديا كان مباريات الوديه برشا مباريات انطلق فيهم اساسي واللاعب هذا جاهز واللاعب هذا معناه تقريبا باش يكون اساسي في التشكيله لكن معناه لهنا الاطار الفني هو الخطه اللي باش يعتمد كمان التشكيله فاز 4-3-3 او 4-4-2 لهنا هي اللي باش تحكم في معناها في تواجد ابراهيمات انديا وحتى في المركز نتاعو اي كمان فاز القدام باش نلقاو كينغسلي ايدو باش نلقاو معاه ايمن الحرزي وحسام بن علي تقريبا بنسبه 90% هذه التشكيله اللي باش ياخذ بها النادي الساقسي في مباراه ضد اتحاد تطاوي يعطيك الصحه شكرا لك فاضل بوجناح على كل هذه التفاصيل بي بي سي نيوز ثم شانج وبعد مواصلين في